ديالي سليمان الشين كنخدم في المحطة من ألفين من باش تزوجت وكبرت الوليدات وعيشتهم من ألفين وأنا خدام كما العادة ما عمر شي, شي, حاجة كانت عندي ما عمرني بيه خير وعلى خير النهار الخميس وقف الكار يترن مع الثمانية ونص هبطوا الناس بقات واحد المرأة دايرة الشان وعندها عندها كحلين ودريه عن تالق الشعر وعندك هاسكيطة الناس كل شيء يهبط واحد اللحظه جا داك عبد اللطيف الكورسي جاب دوك ثلاثه الناس طلعوا من الكار طلعت كيما العاده خدام طلعت انا تبعني صاحبي مول الماء سولتهم قلت لي تقرمي لك كاو قال لي شي وحده عطيتهم وحده عاود زدتهم الاخرى عطوني خمسة دراهم وليت زدتهم وحده من عندي انايا صاحبي قال لي مش بغيت الماء قال لي ودي ما بغيناش هود في حالته تبع سوا انا قلت له ودي واش شتي شي حاجه عند هذوك الناس قال لي ودي راه كيبان ليا واحد القمقوم ديال الجنوي قلت له ودي هذاك راه سيف ماشي جن راه كبير كيبان ليا قال لي واش من عمو قلت له سير تيقن مشى رجع هو تيقن مزيان جا عندي قال لي ودي هذوك راه دايرين شي جريمه ولا بغي يديروا شي جريمه قلت له شنو كاين قال لي نمشي نعلمو بهم انا غنبقى هنا تسير علم بهم مشيت خرجت من المحطه بواحد ثلاثه الخطوات ولا جوج خطوات هي باش خ... بعدت منه وعاودت رجعت في البلاصه لقيت واحد البوليسي سيفيل بوليسي سيفيل سو... تكيت لي على كتافو هنا فين قلت لي شاف راه شي وحدين هازين جنوي ولا ما كيف هذا قال لي فينا بلاصه قلت لي في الكار ديال ايتران قال لي صافي سير لخدمتك مجيت عند صاحبي قلت لي صافي راني بلغت سير انت تخدم مشيت خدام كما العاده تا شويه لي المخزن كثار وكذا وداكشي عاد عرفت بان راه هذوك هما اصحاب الجريمه ديال و وانا هذوك الناس كنقدم لهم التعازي ديالي للدنماركيين ولا النرويجيين كنقدم لهم التعازي ديالي وكنشكروا الامن ديالو اللي دار خدمته الله يخلي لنا الامن ديالنا والله ينصر لنا ملكنا في الوضعيه ديالي يا سيانا انا من نهار وقع المشكل خدمت من وراء واحد اربع ايام ولا خمس ايام كتروا عليا الاسئله بزاف فاش جيت انا نشوف وليداتي ونرجع ما تلو خلونيش كيقول لي يا بابا غتمشي غادي يقتلوك ولا غيديروا لك شي حاجه ولا ولادي ولا غيخلو ولا غي انت غتمشي وحنا غيشونا من ورانا غيقتلونا ولا شي حاجه انا دركا كنعس بنهار بالليل ما كنعش ومعايا خويا تا هو راه تاسف من جيت تا هو راه ما بقاش تا هو كينعس هو اللي كيسهر معايا وريح معايا وكيونسني وهادشي اللي عطى الله حاليا أنا ما متوصلش بشي حاجة وما خدامش ولا لا لا السلطة المغربية حتى شي واحد ما جا سول فينا حتى شي واحد ما جا هضر معايا حد الآن أنا أنا ما لله في السابل ما ما كاينش واحد اللي جا عنده شي خبر في التليفون كيقول لي راه غادي نجيب لك شي فلوس ولكن مازال ما مازال ما شفت أنا والو هادشي الله السلام عليكم أنا الإسم ديالي سعيد العسول خدام في المحطه مده 20 سنه المهنه ديالي هو الماء هاد الماء هو باش تجوجت وباش ولدت واحد البنيه دابا في عمرها 11 سنه وباش تنعاون والديا با وما تيشربوا الدواء مراض تيشربوا الدواء وداكشي لا ما كناش حنا عارفينهم حنا غير اي حاجه تتبان لينا في المحطه تنبلغو بها يعني. لحقاش البلاصه ديال المعيشه ديالنا هي هذيك منين منين عايشين حنا ومنين معيشين ولادنا ومنين معاونين والدينا خصنا اي حاجه بانت لينا نبلغو بها اي حاجه لقاش هذاك تجيب هذاك مجرم خصنا نبلغو به المهم المهم انا تنطلب التعازي بزاف جاولي لهذوك الناس الدنماركي هذيك السيده من الدنماركي الدنماركيه وهذيك السيده النرويجيه تنطلب التعازي بزاف بزاف تنصيف لهم التعازي ديولي بزاف والله يخلي لنا الامن ديالنا ديال البلاد تا دا راه دار خدمته تبارك الله وراه ثلاثة ايام وما خدامين في المحطه يقلبوا على دوك الناس تلقاو عليهم القبض النهار الاخر وحنا واخا وح... حنا كنا سبب الاكتشاف ديالهم راه حتى الامن دار خدمته تبارك الله والامن كاين في البلاد تبارك الله وعاش الملك واللي يخلي لنا سيدنا الوضعيه انا ديالي باقي حاليا خدام في المحطه تنبيع الماء لاقاش الا خدمت ما خدمتش ما منين نعيش ما كاينش منين نصير على ولادي وداك انا دابا والديا وخوتي ومخلوعين والمراه عندي حتى هي مخلوعه واخا الناس الناس بزاف هنا في مراكش يكثروا عندنا دوك الدعايات ديال راه يقتلوكم راه غيديروكم وذاك هو الوضع الوضعيه ديالي يعني نقصات واحد شويه على كانت ما بقيش الناس بزاف وانا من جد الله ما خايفش خوف من الله تعالى لاقاش هذاك الاجر درتو مع الله ما عرفتش كاع اش كانوا بيديروا في هذاك الكار واش كانوا بيذبحوا دوك الناس وذاك الشي انا بنصرح بهاد ال... بهاد ال... الدعايات اللي تيقولوا الناس في اليوتيوب ال... ال... بانه خدنا خدنا واحد المقدار ديال الفلوس مع السفاره ديال الدنمارك لا هادشي ماشي 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 صحيح واحد الصحافي سميتو عزيز لوكا جا للمحطه وراه الناس صحاب المحطه عارفين هادشي وجاب معاه الكيت ديالو بلوتوريزازيون بالبلاكه ديالو هو مغربي من بلادنا ولكن عنده جنسيه دنماركيه صحافي هو جا دار معايا روبورتاج جيت المحطة وجيت اسواق السلام وفي الدار عندي وصيفت دوك الفيديوهات ديال انا والسيد صاحبي ديال الروبورتاج اللي درنا وصيفت الفيديوهات ديال فين تنسكن انا وكيف تنعيش وكيفاش وكيفاش يعيش والديا وداك ووالدية والديا بانهم مراد وداك الشيء صيفت هذاك الشيء للدنمارك اللي اللي دعا معاه ومن بعد هذوك الناس هذوك الناس ديال الدنمارك واحد العائله جاو دوك الناس اللي ماتوا وشي ناس اقرب اقرب ليهم صيفطوا لنا واحد الصدقه ديال واحد المقدار ديال 19000 درهم انا وصاحبي هي 190000 ريال الواحد قالوا لنا هاد ال 190000 ريال خصكم تصلحوا بحال اللي انا كي شافوا المحل عندي ديالي بغى يطيح ديأ ومقف ليه الخشب قالوا لي غتصلح هاد, تصلح ال هاد تصلح واحد المقدار غتصلح به المحل ديالك واحد المقدار غادي تعطي غتعاون به والديك وولادك والديك وولادك وبنتك ومرتك قلت لهم واخا وراه هادشي اللي درت فعلا واش اللي غادي يدير صاحبي تا هو فعلا و تن تنشكرهم بزاف لحقاش شجعونا وخا 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 عطونا هذه الصدقه تيتسماو هاد الناس شجعونا مزيان وتنشكرهم بزاف حنا ما بغينا والو ما بغينا لا مطالب لا والو حنا هذاك الاجر درناه مع الله والله تيكمل من عنده حنا ما بغينا لا مطالب لا والو لاقاش حنا ما عرف ما كناش عارفين دوك الناس بانه هما اللي هما اللي هما اللي داروا ديك الجريمه في شاماروس حنا غير بلغنا بهم لاقاش اي حاجه تنشوفوها في المحطه خصنا نبلغوا بها لاقاش هذيك هي البلاصه ديال المعيشه ديالنا هذا هو الهدف اللي عندنا حنا ما تنطلبوا والو وما بينا والو حنا درنا اجر مع الله والله تيكمل صافي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي